ودعنا شهر أغسطس الذي شهد محاولات علامات تجارية صينية للاقتراب من المستخدم محدود الدخل عبر هواتف اقتصادية دنيا تقدم له ما يحتاجه مقابل سعر في المتناول. شركات مثل تكنو، ريلمي، إنفينكس، بوكو كلها أصدرت هواتف هذا الشهر بأسعار جدا اقتصادية. سامسونج هي الأخرى أصدرت واحدا من أهم الهواتف الاقتصادية هذه السنة. تعرفوا معنا على أفضل الهواتف الاقتصادية بسعر أقل من 250 دولارا لشهر أغسطس. البداية مع تكنو سبارك جو 1 بشاشة 120 هيرتز، قل ما تجدها في هذه الفئة السعرية رغم جودتها HD Plus التي تعتبر ضعيفة في سنة 2024. تأتي بمقاس 6.67 إنش مع ثقب الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل. في العتاد يعمل بمعالج يونيسوك تي 615 الاقتصادي مع خيارين الرام 3 أو 4 جيجا بايت وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت. نسخة جو الاقتصادية من أندرويد 14 تجعل تجربة الاستخدام سلسة رغم المعالج المتواضع. في الخلف كاميرا وحيدة بدقة 13 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.8، وتصل سعة البطارية ل 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 15 واط. لم يتم الكشف عن سعر الجهاز بعد، لكن لن يتجاوز 100 دولار. ثانياً جالاكسي A06، الجيل الجديد من سلسلة سامسونج الدنيا التي تستهدف أصحاب الدخل المحدود والاستخدام الكلاسيكي مثل تصفح الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي. هذه السنة حافظت سامسونج على كل شيء من A05 مع تحديث السوفتوير لأندرويد 14. الشاشة 6.7 إنش من نوع LCD بدقة HD Plus. المعالج هيليو G85 من ميديا تيك، جيد للاستخدامات الاقتصادية بخيارين من الرام 4 أو 6 جيجا بايت بسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت. في الخلف كاميرا 50 ميجا بكسل بفتحة 1.8 مدمجة بعدسة للعمق للعزل عن الخلفية، وفي الأمام كاميرا سيلفي 8 ميجا بكسل. أخيرا سعة البطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 25 واط. سعر الهاتف يبدأ من 127 دولارا. شاهد مراجعتنا السريعة للجهاز. ثالثا ريلمي C63 5G. بعد صدور نسخة 4G من الجهاز، الشركة تكشف عن نسخة شبكات الجيل الخامس بمعالج أقوى ومواصفات جيدة لكن أقل من نسخة 4G. الشاشة 6.67 إنش من نوع LCD بدقة HD Plus ومعدل تحديث 120 هيرتز. في العتاد معالج Dimensity 6300 جيد جدا للاستعمالات الاقتصادية مع عدة خيارات رام تبدأ من 4 حتى 8 جيجا بايت بسعة تخزين 128 جيجا بايت في كل النسخ. في الخلف عدسة رئيسية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة 1.9 مدمجة بعدسة مساعدة. في الأمام عدسة سيلفي 8 ميجا بكسل. سعة البطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 15 واط. سعر الهاتف يبدأ من 130 دولارا. رابعا ريلمي 13 4G، من أرخص الهواتف سعراً بشاشة من نوع OLED متكاملة المواصفات. تأتي بمقاس 6.67 إنش بدقة Full HD Plus ومعدل تحديث 120 هيرتز بسطوع عالي. عززت ريلمي الهاتف بمعالج سناب دراجون 685 جيد جداً للاستخدامات المتوسطة مع رام 8 جيجا بايت وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة 1.9 مدمجة بعدسة 2 ميجا بكسل للعزل عن الخلفية. في الأمام كاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل. من التقنيات المبهرة في الهاتف دعمه لصوت ستيريو ومقاومة رذاذ الماء والغبار بمعيار IP64، ويقدم بطارية سعتها 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط. سعر الهاتف يبدأ من 185 دولارا. خامسا إنفينكس نوت 40X 5G. إنفينكس تعود مجددا بالفرد الخامس من سلسلة نوت الاقتصادية. جاء الهاتف بلوحة LCD عادية مقاس 6.78 إنش بدقة Full HD Plus ومعدل تحديث 120 هيرتز. في العتاد معالج ديمنسيتي 6300 الممتاز للفئة الاقتصادية مع خيارين من الرام 8 أو 12 جيجا بايت بسعة تخزين 256 جيجا بايت. في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 مدمجة بعدسة ماكرو، وفي الأمام كاميرا سيلفي 8 ميجا بكسل. الهاتف يدعم تركيب شريحتي اتصال وصوت ستيريو لتجربة لعب أو مشاهدة متكاملة. سعة البطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 18 واط. سعر الهاتف يبدأ من 167 دولارا. سادسا
بوكو ام 6 بلس. مواصفات مبهرة لهاتف اقتصادي لا يتجاوز 160 دولارا. يقدم شاشة من نوع LCD مقاس 6.78 انش بدقة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز. في العتاد معالج من كوالكوم سناب دراجون 4 جين 2 اي اي، ممتاز للفئة الاقتصادية مع خيارين من الرام 6 او 8 جيجا بايت بسعة تخزين 128 جيجا بايت. الجهاز يأتي كذلك بأحدث اصدار اندرويد عليه واجهة هايبر او اس الخفيفة والمليئة بالمميزات المفيدة للمستخدم. في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة 1.8 مدمجة بعدسة ماكرو. في الأمام كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل. سعة البطارية 5030 ملي أمبير بقدرة شحن 33 واط. سابعاً فيفو واي 18i، الجهاز الأحدث في هذه القائمة من فيفو بمواصفات جد اقتصادية وسعر في متناول الجميع. يأتي بتصميم يعتبر عادياً كأغلب هواتف فيفو الاقتصادية بشاشة HD Plus مقاس 6.56 إنش ومعدل تحديث 90 هرتز. العتاد يضم معالج يونيسوك T612 متواضع برام 4 جيجا بايت بسعة تخزين 64 جيجا بايت. في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة 2.2 مدمجة بعدسة مساعدة. وفي الأمام كاميرا 5 ميجا بيكسل. سعة البطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 15 واط. سعر الهاتف 95 دولارا. ثامنا موتو G45. محاولات موتورولا مستمرة في الرجوع للفئة الاقتصادية وسوق الهواتف بشكل عام. هذا هاتف اقتصادي أصدرته هذا الشهر بشاشة LCD مقاس 6.5 إنش بدقة HD Plus ومعدل تحديث 120 هرتز. يعمل بمعالج سناب دراجون 6S الجيل الثالث، مصنع بمعمارية 6 نانومتر، جيد للاستخدامات الاقتصادية ويتعامل بذكاء مع الطاقة للحفاظ على البطارية. يقدم خيارين من الرام 4 أو 6 جيجا بايت بسعة تخزين 128 جيجا بايت. في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.8 مدمجة بعدسة ماكرو. وفي الأمام كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل. الهاتف يدعم صوت ستيريو لتجربة مشاهدة متكاملة ويأتي بسعة بطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 15 واط. سعر الهاتف يبدأ من 130 دولارا. شاركونا في الأسفل أفضل هاتف نال إعجابكم في هذه القائمة والذي يستحق مقعدا في قائمة أفضل هواتف الربع الثالث لسنة 2024. ننتظر تعليقاتكم أسفل في مكان التعليقات. إلى اللقاء.